وفي نفس ذات السياق مشاهدين ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ زكريا عثمان خبير العلاقات الدولية بالأهرام، أهلا بك. أهلا بك. يعني أستاذ عثمان، يعني في ظل ما يشهده العالم من هذه التغيرات الاستراتيجية والعوامل الخارجية التي تعرقل من عملية النهضة والاستثمار، برأيك ما أهمية هذه القمة في هذا الوقت بالتحديد؟ يعني دعينا أقول في بداية الأمر أن قمة الدول السبع الاصناعيه الكبرى او ما نعرف بي الجي 7 او مجموعه السبع، دعينا اقول انها تاتي في توقيت بالغ الخطوره الاهميه، خاصه وان العالم الان يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى السياسي او الايديولوجي او بالاحرى الاقتصادي. فعلى المستوى الاقتصادي دعيني ابدا ب المستوى الاقتصادي الذي يعاني العالم خلاله الان مما يعرف بالحرب التجاريه المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين. دعيني أقول أن أبسط مفردات أو معطيات هذه الحرب التجارية تتجلى وبامتياز في التسبب في ركود عالمي، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وتراجع فرص العمل أو تقلصها، وأيضا ارتفاع الأسعار وما شابه ذلك. كل هذه طبعا دعيني أقول أن سياسة الإنغلاقية التي الترامبيه ان صح التعبير التي تبناها الاداره الامريكيه برئاسه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، دعيني اقول انها ادت بالفعل الى تطورات خطيره على الساحه الاقتصاديه، واثرت بالفعل مؤخرا على التعاملات التجاريه وعلى الميزان وعلى الحركه التجاريه الدوليه. فيما يتعلق ايضا بالجانب السياسي، دعيني اقول أن الرئيس الفرنسي، دعني أقتبس مما قاله حرفيا، أن هذه القمة تركز وبامتياز على حتمية إنقاذ الديمقراطية مما يعرف الآن بالنزعة الشعبوية القومية. دعني أقول أن هناك حركات اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي أو في دول الاتحاد الأوروبي التي تميل بامتياز إلى انفراط عقد الاتحاد وتفككه وتفسخه والعودة إلى فترة ما قبل الاتحاد الأوروبي. دعيني اقول ايضا ان هذه الحركات حركات عنصريه، حركه عنصريه بحته تميل الى اضطهاد الاخر وعدم احترامه سواء على المستوى الاثني او العرقي او حتى على المستوى بالاحرى المستوى الديني او التعايشي. دعيني اقول ايضا ان الرجل دعا وبامتياز الى انقاذ الديمقراطيه من النزاعات الشعبويه القوميه في داخل، يعني استاذ زكريا في هذه النقطه وهي الديمقراطيه، من احد المواضيع او الملفات التي سيتم مناقشتها هو عدم المساواه، يعني لو تطلعنا عن معنى هذه الجمله بالتحديد وما هي مشاكله اقتصاديا؟ يعني في الحقيقه هناك عدم مساواه سواء على الجانب السياسي او الاقتصادي، على الجانب السياسي هناك عدم يعني على الجانب السياسي كما قلت هناك عدم مساواة بسبب ما يعرف بالحركات القومية، تلك الحركات التي تميل إلى عدم استقطاب الآخر أو احترامه بل استبعاده واستثنائه واستقطائه. هذه الحركات يعني هذه الحركات الشعبية كما قلت تميل إلى أيضا إلى الإنغلاقية الاقتصادية، بمعنى أنها لا تميل إطلاقا إلى الانفتاح على الآخر أو إلى فتح الحدود مع الآخر، وبالتالي تميل إلى فرض إجراءات حمائية أو فرض ما تسمى الآن بالحمائية، هي عبارة عن أيديولوجية اقتصادية أمريكية بحتة. دعيني أقول أن بطلها الآن هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يخوض حرب تجارية ليس فقط مع الصين بل خضها سابقا مع دول الاتحاد الأوروبي وأيضا خضها مع كندا ومع العديد من الدول الأخرى. حتى في هذه النقطة هل سيتم التوصل إلى صيغة حل أو اتفاقيات لكل تلك الأزمات؟ وهي يعني التشابكات التجارية والاقتصادية ما بين الولايات المتحدة وبين الصين. يعني بصراحة آمل ذلك، آمل أن 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 آمل أن تتمكن الأطراف المشاركة في القمة وهي بالتحديد الولايات المتحدة وكندا من أمريكا الشمالية ومن أوروبا ايطاليا المتحده وايطاليا والمانيا وفرنسا واليابان من اسيا، على اعتبار انها هي الدول الاعضاء في مجموعه السبع، بالاضافه ايضا الى الدول المشاركه بوضعيه خاصه كمثلا مصر برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الافريقي العربيه ورئيس ايضا الاتحاد الافريقي، فضلا عن خمس دول افريقيه اخرى ك جنوب افريقيا والسنغال وبوركينا فاسو ورواندا وبوروندي، فضلا ايضا عما يعرف بدول الدول حتى الصينيه كالهند وايضا تشيلي واستراليا وجنوب افريقيا. دعني
دعينا أقول أنني على المستوى الشخصي يعني آمل للغاية أن تتمكن الأطراف المشاركة في هذه القمة التي تستمر 3 أيام والتي بدأت بالفعل مساء أمس بعشاء عملة وتنتهي ظهر غد بالبيان الختامي. دعينا أقول أنني آمل في التوصل إلى حلول ناجعه وناجحه لكل هذه الازمات الاقتصاديه والسياسيه. نعم والحرب التجاريه، ولكن دعينا اقول يعني وبشكل عملي ومنطقي وليس بنبره عاطفيه، دعينا اقول ان الامور معقده للغايه وانه ليست هناك ثمه انفراج على الاطلاق، خاصه ان الرئيس الامريكي يصر على مضي قدما في فرض رسوم جمركيه بدليل ان تصرفاتي او حالات الجانب دفعت الجانب الصيني مؤخرا الى فرض على الصادرات الامريكيه. نعم بي 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 على بالضبط على ما قيمته حوالي 75 مليار دولار امريكي من الواردات الصينيه. هل هذا من شانه استاذ زكريا ان يعرقل من نجاح هذه القمه؟ دعيني اقول ان يعني الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على اعتبار انه يعني اولا رئيس الفرنسي وهو ايضا رئيس الدوله المنظمه لهذه القمه، اعني قمه الجي 7 في نسختها ال 45، الرجل ذهب الى ان الاجواء ملبده وغير متضحه بعد، وانه يامل الا نصل الى سيناريو أو صيغة حل أو صيغة اتفاق. نعم قمة كيبك ألا نصل إلى ما وصل إليه قمة كيبك في العام 2018 العام الماضي، عندما للأسف رفض الرئيس الأمريكي التوقيع على البيان الختامي واضطر إلى الرحيل مبكرا، ووصلت في القمة في نهاية مطافها إلى دعيني لا أقول الفشل الذريع، ولكنها لم تنجح في تحقيق ثمارها او نتائجها المرجوه. نامل هذه المره ان تتمكن الرئاسه الفرنسيه بهذه القمه من احتواء القضايا والنقاط الخلافيه والقفز عليها والتشبكات التجاريه نقاط اتفاق. نعم استاذه زكريا، يعني تبحث القمه ايضا عدد من الملفات في هذه القمه والتي تستغرق 3 ايام، من ضمنها بحث تجديد الشراكه مع القاره الافريقيه على نحو يتسم بقدر اكبر من الانصاف، برايك كيف يمكن لمصر ان تساهم في تجديد الشراكه بين هذه الدول، دول قمه الجي 7 او الدول الصناعيه السبع الكبرى والدول الافريقيه؟ يعني في البدايه انا اقول ان تخصيص جلسه باكملها للشراكه بين افريقيا الدول الاعضاء في مجموعه الجي 7 من ناحيه وبين القاره الافريقيه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتبار انه الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، دعيني اقول انه يبرز مدى اهتمام الدول الاعضاء بهذه المجموعه بالقاره السمراء على اعتبار ان هذه القاره لديها مقومات ضخمه بالتأكيد كل المنتديات السياسيه والاقتصاديه على دول العالم وفي مقدمتها مجموعه الجي 7، وبالتالي دعينا اقول ان ابسط اولا على المستوى المحلي المصري الجميع يعرف ان الدوله المصريه لها دور فاعل ومؤثر في محيطها الاقليمي والافريقي، ايضا لها دور فاعل للغايه ومؤثر في مكافحه الارهاب، لها دور مؤثر وايضا وكبير في مكافحه الهجره غير الشرعيه، بدليل ان منصات الهجره على الجانب المصري ودعينا انتهت تماما بالنسبه للهجره الشرعيه غير الشرعيه، ودعينا اقول ان الحكومه المصريه ايضا ولا سيما الاجهزه الامنيه نجحت في التنسيق مع نظيرتها الليبيه للحد من تدفق منصات الهجره غير الشرعيه من جنوب المتوسط الى شماله. اخيرا وليس اخيرا على المستوى المحلي، الجميع يعرف ايضا ان التجربه المصريه الرائده في مكافحة الهجرة غير الشرعية. نعم وأيضا في تحقيق التنمية خاصة بعد تبني الرئاسة المصرية أو الحكومة المصرية لبرنامج إصلاح اقتصادي واعد بالفعل نجح مؤخرا في اتيان الثمارية الموجوة. دعيني أقول يعني هذا على المستوى المحلي، أما على المستوى الإفريقي فالجميع يعرف أن المرأة الإفريقية الآن باتت لها دور كبير جدا للغاية في يعني دور المرأة في ريادة يعني في رياده الاعمال، ناهيك ايضا عن تبني معظم دول القاره الافريقيه لما يعرف ب مبدا تمكين المراه وفي كافه خططها سواء يعني خططها. استاذ زكريا، يعني في الحديث عن هذه التجارب المصريه، مساله عرض التجربه المصريه او الاستثمارات الواعده في مصر، كيف يمكن لمصر الاستفاده من هذه الفرصه وهي فرصه المشاركه في هذه القمه في عرض التجربه المصريه؟
يعني دعينا اقول ان بدون شك ان يعني تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشهد من ناحيه سواء بصفته رئيسا لجمهوريه مصر العربيه او للاتحاد الافريقي من ناحيه اخرى، دعينا اقول انه يساعد في جذب العديد من الاستثمارات الاجنبيه، خاصه وان اعتقد ان الجانب المصري، لا اعتقد بل اجزم واؤكد ان الرئاسه المصريه اصطحبت معها وفدا اقتصاديا كبيرا من بينهم رجال اعمال ومستثمرين محليين سوف يقومون فضلا طبعا عن الجانب الحكومي الوفد الحكومي الرسمي، وسوف يقومون بشكل او باخر بعرض الانجازات والتي الاقتصاديه التي تم تحقيقها مؤخرا داخل او تجارب مصر الرائده. نعم نعم، فاعتقد ان العديد من الدول يعني غير المتقدمه سوف تقوم بمحاكاه هذه التجربه من ناحيه، كما ان الدول المتقدمه سوف يتاح لها الفرصه لضخ مزيد من الاستثمارات الاجنبيه، فاعتقد ان هذا هو يعني احد اهم الجوانب التي تسعى الحكومه المصريه الى تحقيقها من خلال مشاركتها في هذه القمه الكبيره والضخمه، سواء على مستوى جذب الاستثمارات او على مستوى تحقيق الأمن. نعم تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب. نعم يعني أستاذ زكريا، أخيرا بما أننا نتحدث عن هذه المشاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية، هل برأيك تعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤثر عن أعمال هذه القمة؟ أتحدث عن الجانب الاقتصادي. يعني في الواقع دعينا أقول طبعا بدون شك أن ما يعرف بالخروج بغريم الاتحاد الأوروبي أو البريكزيت سوف يلقي بظلاله على هذه القمة. أولا هو أحد أهم الملفات المدرجة على جدول أعمال هذه القمة. ثانيا الجميع يعرف أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد باريس جونسون الذي يشارك للمرة الأولى أو ظهر للمرة الأولى على الساحة الدولية، دعنا أقول أن هذا الرجل كما يعرف الجميع هو للأسف شخصية قومية أو شخصية منية قومية، وبالتالي افكاره تتسق تماما مع افكار الرئيس الامريكي، ودعني في ذلك اعترض يعني اعرج الى مساله بلغت الاهميه ربما ان العديد من المشاهدين يعرفونها، وان الان يعني هذا الرجل يسعى الى التوصل الى اتفاقيه تجاره حره مع الجانب الامريكي. دعينا اقول ان هناك تخوفات بريطانيه كبيره من اقدام باريس جونسون على نعم من اقدام باريس جونسون على اتفاق تجاره حره. نعم نعم، بعيدا عن عواقب خروجنا من البريكزيت ربما انها تكلف البريطانيين العديد من الامتيازات ولا سيما على صعيد مشروع او ما يعرف بنظام الرعايه الصحيه التي تحظى التي تعد فيها المملكه المتحده واحده من ارقى واعرق وافضل الدول في هذا المجال، يعني مجال الرعايه الصحيه. لكن دعني اقول ان على سبيل المثال الحظر جيرمي كوربي زعيم حزب العمال البريطاني قال ان هذا المشروع عن مشروع العاده الصحيه البريطاني هو خط احمر ولا يمكن المساس به اطلاقا سواء تم ابرام اتفاقيه ثنائيه بريطانيه امريكيه ام لا. هذا على يعني احد الملامحات. بالنسبه هناك ايضا تخوفات اوروبيه كبيره لان الجميع يعرف ان هذه الاتفاقيه ربما ايضا تلقي بضلالها على المنطقه ككل. نعم العلاقات الاوروبيه البريطانيه المشتركه والعلاقات ايضا الاوروبيه الامريكيه المشتركه، لان دعيني اقول انه عندما تجتمع قيادتان قوميتان على ابرام اتفاق، دعينا اقول انها ربما تاخذ باعتبارها وضع العديد من العراقيل امام الدول الاوروبيه لفتح الباب امام العديد من الدول الاوروبيه الاخرى لتحذو المملكه المتحده في الاتحاد الاوروبي. واعتقد يعني ان هذا هو الفكر الشعبوي القومي في كل مكان، لكن في نهايه المطاف الجميع يعرف ان بدون شك البريكزيت سوف يكون له آثار سلبية ونتائج غير محمودة بل ومحمومة على نتائج هذه القمة. نرجو أو نأمل أن تخرج هذه القمة في نهاية الأمر إلى صيغة اتفاق أو حل. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ زكريا عثمان خبير العلاقات الدولية بالأهرام، شكرا جزيلا لك.